الحالة المرضية اللي وصلنا لها فقرتنا النهاردة هي حالة محمد أمين هاشم، عنده سنتين ونص. لما كان عنده سنة وتعب شوية جات له سخونة أثرت على حاسة السمع عنده وبقى ما بيسمعش. الدكاترة قالوا إن هم لازم يعمل عملية زرع قوقعة بتكلفة 130,000 جنيه. طبعا زي ما حضراتكم عارفين التأمين الصحي بيدفع 90,000 جنيه بس، ولسه باقي على مبلغ 40,000 جنيه علشان يقدر يسمع يبقى زي بقية الأولاد اللي زيه. نفسي نحط ايدينا في ايدين بعض ونكمل المبلغ لمحمد عشان نسمع بقى ضحكته وهو كمان يسمع. معايا والدته. والدته اهلا بك. اهلا وسهلا. احكي لي ايه بقى حاله محمد دي؟ هو محمد حضرتك عنده سنتين ونص، اول ما اتولد قعد يعاني فتره اكتر من سنه سخونيه، نزلات معويه، لغايه ما اتحجزت بيه كذا مره في مستشفيات خاصه. انتوا منين اساسا؟ من المرج. من المرج؟ اه. بتشتغل ايه حضرتك؟ انا شغال في مصنع غزل النسيج في العبور، المنطقه الصناعيه الاولى. بتاخد كام في الشهر؟ انا باخد 1200. 1200؟ 1200. تمام. وقعد اتحجزت بيه من مستشفى تبارك برضو الخاصه لغايه ما اكتشفناش الموضوع ده غير بعد سنه. كان والدته كانت عامله له عيد ميلاد، دي جي شغال وده وده، ما حدش لاحظ غير ستو. قالت قعد بيهرش في ودنه جامد، فخدناه ورحنا برضه عنده دكتور قال لك ده عنده التهابات. لغايه ما جرينا ورحنا عملنا له كرنيه في التامين الصحي وعملنا له الورق. هو لسه حتى ما دخلش اظن حضانه ولا ايه؟ لا 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 لسه. مفيش حضانه قبل ايه؟ لا مفيش حضانه، او عاوز حضانه خاصه. حضانه خاصه؟ اه. بعدين؟ وبعدين بعد ما عملت له الورق كله وجريت في مشواره كله لغايه ما اتقابلت على الدكتور محمد الشاذلي اللي هو في مستشفى وادي النيل. حتى ساعتها ما كنتش عامل حسابي كمان على المبلغ، كان الكشف بتاعه 250، فهو صراحه مشكور جدا دخلنا من غير المبلغ. اه مشكور جدا يعني. وعملنا كارت متابعه. وعملنا لنا كارت متابعه للعمليه، تحددت ان هي عاوز زرع قوقعه. محتاج زرع قوقعه والتكلفه بتاعتها. لذيذ محمد ما شاء الله ربنا يخليك. الله. محتاج العمليه 130,000 جنيه. التأمين هيسان ب 90,000 جنيه. فهو ناقص دلوقتي 40,000 جنيه، فما فيش استطاعه ان انا اكمل له بقيه المبلغ. انت ظروفك الماديه صعبه؟ اه. ربنا الاعلم. انا لو باستطعت مش هتحط في الموقف ده. لا لا لا، انت مش في موقف ولا حاجه، خلي بالك احنا ناس لبعضيها. واحنا مصر دي بلد الخير اصلها، يعني انت قاعد مع اخوك والناس كلهم دول اهلك يعني، فما فيش مشكله خالص يعني. طب هو دلوقتي حضرتك ما بيقدرش بقى يعني ما بيسمعكيش خالص؟ لا الاصوات العاليه بس. ما فيش خالص. هو مركب سماعه اظن؟ سماعتين. اه هو مركب سماعتين. ما هو الدكتور قال ما ينفعش تمنع لحد ما يعمل زرع قوقعة. هو قعد اكتر من 7 شهور تخاطب، حتى الدكتوره مي اللي هي في من العيد اللي فات. اه من العيد الكبير اللي فات وهو لحد دلوقتي باخد تخاطب. لحد دلوقتي كمان ما قطعتش عليه التخاطب. الدكتوره مي اللي هي في العضوه اللي في اللجنه الثلاثيه اللي هي برضو قررت ان هو يتعمل له زرع قوقعة، هي صراحه صرفت له اول مره سماعه وقالت احنا نصبر عليه شويه وربما يستجيب بالسماعه الثانيه. فما تستعجلش في موضوع العمليه، فصرفت له السماعه الثانيه صراحه في نفس الوقت، فما فيش استجابه، ما فيش غير كلمه واحده اللي نطقها بابا. بقى له اكتر من 7 شهور على الموضوع ده، فدخلنا بس تاني. ما بيقولش حاجه ثانيه غير لا لا بابا. مفيش اي. لكن ان شاء الله لما يعمل زرع قوقعة ممكن يبدا يتكلم بقى عادي. اه باذن الله، احنا املنا في ربنا كبير طبعا. ان شاء الله باذن الله نشوف في الاخير ويا رب ان شاء الله. واخبارها ايه؟ اخته الكبيره؟ اه في حضانه. اه اسمك ايه؟ اسمي لا خش ايدك كلمني 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 ندم. ربنا يخليهم لكم ان شاء الله، يعني باذن الله ان شاء الله اهل الخير يساعدوكم ان شاء الله، ويعني ان شاء الله نطمن عليه ويعمل عمليه القوقعه. وانا بناشد كل اهل الخير وكل الناس المحبة للعمل الخير، يعني باقي 40,000 جنيه على مبلغ عملية زراعة القوقعة لمحمد. وزي ما شفتوا محمد قد ايه يعني طفل جميل وممكن يكون ابن واحد فينا. ارجو ان احنا كلنا ما نتاخرش ونساعده عشان خاطر يقدر يرجع يسمع تاني. ورقم الحساب ان شاء الله هيكون موجود حالا دلوقتي على الشاشة قدام حضراتكم للي عاوز يساعد محمد عشان يرجع يسمع تاني. بشكركم جدا جدا، وان شاء الله باذن الله قريب نكون معاكم وبيعمل عمليه ونطمن عليه ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا.